مسيرة موفقة لك مستقبلا. للأسف كنا ما نتمنوا أنه يكون نتحدثوا على الحصيلة ونتحدثوا على الحصيلة تحدث يعني نتحدثوا على الترتيبات ديال الموسم المقبل، يعني أنه مازال كاين حديث على كنا ما نتمنوا أنه تكون باقي العقد ديالك مستمر مع الفريق. وكنت وبالمناسبة نبغي نعاود السؤال ديالي هو مستقبل طارق مصطفى مع أولمبيك كسافي، لأنه الآن بطولة سالات سي مصطفى يمكن يرحل لمصر عيد الأضحى. نبغي نعرفوا فين وصلت المحادثات مع المكتب المسير لأولمبيك كسافي، والحديث ديال أن طارق مصطفى عنده مطالب وشروط وهذا، يعني بغينا الفرصة باش نتحدثوا عليها بكل صراحة. طيب الأول عايز أقول الصوت ألف سلامة واللعيبة سليمان واللعيبة اللي ما كانتش موجودة معانا مصابين، وإن شاء الله يرجعوا بالسلامة لأم كسبي. الحاجة التانية أنا دايما الحمد لله معروف عني إن أنا راجل برتبط بالكلمة، وطالما قلت كلمة قلت وعد خلاص الموضوع منتهي. موضوع إن أنا أكون في موجود أم كسبي ده موضوع منتهي، ملوش دعوة بأي تفاصيل ان شاء الله باذن الله يعني. ولكن كطارق مصطفى وطلبات ماديه والكلام ده كله، لا انا لو قلت اللي انا طلبته انتوا هتستغربوا. انا ما الحمد لله اول حاجه بشوفها في تكمله المسيره او النجاح هو الحب، وانا شايف حب من عند ربنا سبحانه وتعالى من كل الناس. دي واحده في النص، فدي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى ادانا دعوات الحاجة واحنا تعبنا، فبالتالي انا ما بقاش اي طلبات. انا الموضوع بالنسبه لي مختلف، فانا مدخل بكاسي العام الجاي ان شاء الله. السؤال ديالي في نفس الصالات، لو احنا كنشوفوا تعلق كبير ديال الجماهير، كنشوفوا اليوم مطلب جماهير مدينه اسفي بدون استثناء بين طارق مصطفى. طارق مصطفى اكد لينا بانه مازال معنا، وقلنا شنو المطالب ديالك اللي طلبتي؟ لا لا خلينا نقول ده بيني وبين الرئيس، انا ما طلبتش حاجه اوفر ولا حاجه زياده، ده بيني وبين المكتب بس كطلبات تفيد الفريق، مش طلبات عشان الناس تفتكر عشان مش طلبات الناس تفتكر ان هي طلبات ماديه ولا طلبات تفيد الفريق، يعني حاجات فنيه، حاجات تجديد لعيبه. الحمد لله بقى الفرقه بعد ما كنت بتفكر تمشي 2022 لعيب دلوقتي موضوع